أحباء الأدب في تونس، مرحبا بكم. هذه دعوة خاصة لحضور ملتقى تونس للرواية العربية في نسخته الأولى الذي تنظمه أو ينظمه بيت الرواية، هذه المؤسسة الجديدة الناشئة التي سيقع افتتاحها يوم 3 ماي القادم على الساعة 3 مساء، وهي دعوة أيضا إلى احتفال كبير، دعوة لكل الروائيين التونسيين، للنقاد، للصحفيين، لعشاق الرواية في تونس قراء بالأساس. سوف يكون هناك موعد كبير مع الرواية والخيال في تونس، نستضيف كبار الكتاب في العالم العربي وفي تونس لهذه التظاهرة. أنتم أيضا على موعد مع كاتب كبير سوف يكون ضيف شرف ملتقى تونس للرواية العربية، وهو الكاتب العالمي إبراهيم الكوني، المرشح الدائم العربي لجائزة نوبل للأدب، سوف يكون ضيف الشرف، سيلقي كلمة الافتتاح يوم 3 ماي الساعة 3 مساء. سوف يكون أيضا في محاضرة ولقاء مع جمهوره يوم 4 ماي على الساعة 10 صباحا، في حوار مفتوح مع القراء. يستمر الملتقى يوم 3 و4 و5 ماي مع نخبة كبيرة من الروائيين والروائيات العربيات والتونسيات. أنتم أيضا مع معرض كتاب مصغر للرواية، يعني فرصة لتوقعوا أيضا رواياتكم التي تملكون لكبار هؤلاء الروائيين الموجودين في برنامج يمكن الاطلاع عليه في على صفحة المدينة، مدينة الثقافة، وصفحة بيت الرواية. مرحبا بكل الصحفيين الروائيين التونسيين جميعا، القصاصين، الأدباء، القراء، وخاصة القراء. هي دعوة للتفاعل مع هذا الصرح الجديد الذي ينشأ في مدينة الثقافة، اسمه بيت الرواية، أول بيت للرواية في العالم العربي. فمرحبا بكم جميعاً.